تعالوا نروح الأردن مرة تانية، وعندنا حكاية يعني أقرب للخيال شوية، لكن للحقيقة وجوه عدة وللروايات جوانب مختلفة. في دار مسنين عادة الصورة اللي بتبقى في بالنا إنه والله مكان نظيف، ناس بيرعوا فيه الكبار السن، في هدوء وفي سكينة وفي رعاية وفي اهتمام، لكن الحقيقة مع الأسف الصورة دي مش الحقيقة كلها. بعضها ممكن يكون حقيقة، بعضها ممكن يكون الحقيقة الغالبة في بعض دور الرعاية المسنين، إنما للأسف الشديد مش في كل الأحوال. وجه السيدة جميلة اتحرق، سيدة أردنية، امرأة مكافحة وحيدة في الدنيا دي، ما عندهاش لا أخ ولا زوج ولا أب ولا ابن، قضت حياتها بتشتغل في البيوت علشان تساعد والدتها المريضة لغاية آخر يوم في حياة والدتها. كل الناس اللي اشتغلت عندهم بيحبوها، لكن لما كبرت وتعبت راحت لدار رعاية مسنين بمساعدة واحدة من اللي كانت بتشتغل عندهم. وفي يوم من الأيام جميلة جات بالمنام للست الفاضلة ديت اللي كانت بترعاها من خارج الدار، وبتطلب منها أنها تساعدها، وكأنها قصة من الخيال كما رويت لنا. راحت الست دي قابلت جميلة في الدار، للأسف الشديد لقت جميلة بغير وجهها الجميل، وجهها محروق ومطروقة لآلامها بإهمال. سألت المسؤولين عن رعايتها، قالوا لها إنها عندها حساسية، ما صدقتهمش، وبعد مزيد من الإصرار قالوا لها ده في مسنة تانية في الدار رمت على وشها شاي بيغلي بالغلط. السيدة يعني ما صدقتش، كل ما يسألوا السيدة جميلة تقول كلمة واحدة: حرقوني حرقوني. إيه الحقيقة؟ التحقيقات هي اللي هتقول، لكن أيا ما كان سبب الحريق، تركهم لجميلة بدون نقلها للمستشفى أو تقديم رعاية صحية لها دي مشكلة كبيرة قوي. القضية بفضل الناشطين وصلت للنيابة العامة اللي اتدخلوا وفتحوا تحقيق عن الحادثة، وهيئة الإدارة لجمعية الأسرة البيضاء اللي هي الدار اللي فيها السيدة جميلة أصبحت الآن موضع تحقيق، وصدر قرار بالفعل بإنهاء خدمات مديرة دار المسنين. تنضم لنا من عمان عبر الهاتف الدكتورة برق الدمور، أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، ومن عمان كذلك عبر زوم الإعلامية والناشطة المجتمعية السيدة إيمان العكور. أرحب بالاثنين، وأبدأ بدكتورة دمور وأقول دكتور دمور، وأبدأ بأن أسأل هو إيه اللي حصل بالضبط في حدود معلومات حضرتك يا فندم؟ مساء الخير سيدي لك ولكافة السادة المشاهدين. حقيقة ما تفضلت به عن واقعة وجود حروق على وجه المرتفعة هو ما تفضلت به. بمجرد علم وزارة التنمية الاجتماعية بهذه الواقعة قامت بإجراء التحقيقات اللازمة، وطبعا تحويل المرتفعة إلى مستشفى إلى مدينة طبية على نفقة الحكومة، وأجرينا التحقيق أيضا بما يخص هذه الواقعة في التي وقعت بحقها، وأحلنا الأوراق إلى النيابة العامة وإلى المتحية لها. الآن هي تحظى بالرعاية الطبية اللازمة، وضحى الطبي في حالة تحسن الحمد لله، ومعها مرافقة من ممرضات دور الرعاية في الوزارة، وتحظى بالرعاية من قبلنا. طب دكتور برق، حضرتك عندك أي معلومات أولية تقول إيه اللي حصل لها؟ حقيقة سيدي، يعني احنا بالعادة كجهة حكومية عندما نقوم بالتحقيق في مثل هذه الأمور، يعني التحقيق يتخذ صفتين. أولا يعني نحاول جمع الأدلة بما فيها الكاميرات الموجودة في الموقع. الكاميرات طبعا تغطي الكوريدورات، تغطي الساحات العامة، الصلاة، لا تغطي غرف النوم، حفاظا على خصوصية المنتفعين من الدور الإيوائي. وهذا يعني الشق نقوم بتزويده للنيابة العامة. نحن لم نتوصل في الوزارة من هو المتسبب في هذه الواقعة، وهذا ما سيظهر مع الادعاء العام يعني بالتأكيد، لأن التحقيقات تأخذ صفة الضابط العدلية بشكل أفضل منا كوزارة مدنية. لكن إحنا ما علينا بالإجراءات الإدارية قمنا به من توجيه إنذار لهذه الدار، وقامت الجمعية أيضا باتخاذ الإجراءات اللازمة مع مديرة الدار. تمام يا فندم، خلينا نروح للسيدة إيمان العقور الإعلامية والناشطة المجتمعية. سيدة إيمان، زي ما حضرتك شفتي هذه القصة،
بتاعت السيدة جميلة. هو ايه الحكاية، ايه الموضوع، ايه اللي حصل فيها ومين عمل فيها كده، في حدود المعلومات اللي وصلت لحضرتك؟ أهلا وسهلا فيكم. زي ما حكى الدكتور، زي ما حكيت أنت، طبعا قصة موجعة جدا، يعني كل أحداثها بتوجع الجميع. أحكي لك، أنا اليوم كنت بزيارة لجميلة في المستشفى. جميلة سيدة بسيطة رقيقة، يعني معاناة المسنين في دور الرعاية فقط، يعني احنا بنشعر معهم لانهم اصلا بيكونوا يا اما اهلهم تخلوا عنهم او ما عندهم هم حدا يرعاهم بسبب امراض، فبتقوم دور الرعايه برعايتهم. زي ما حكى الدكتور، الضمور حتى الان طبعا هو ما في نتائج تحقيق لانها امام المدعي العام. احنا نثق بنزاهه القضاء عندنا ومتاكدين انه اللي عمل بجميله هذا اللي بدي اسميها بصراحه جريمه، يعني جريمه عن جد، لانه سيده بسيطه عاجزه مريضه، يعني كيف انه بيصير فيها هيك بدار رعايه؟ طبعا هذا لا، يعني ما بنقدر نعمم نحكي انه والله دور الرعايه في عندنا اهمال، بالعكس انا هذه الدار بتردد عليها دائما بحكم انه انا عندي جمعيه خيريه، دائما بنروح نعمل لهم حفلات، بعرفها لجميله من قبل، والدار هذه من الدور يعني المعروفه واللي فيها رعايه كبيره. طب هلا سيدة اللي صار إيمان، لما ما حضرتك بنحكي اتكلمت من معاها قالت لك إيه؟ لما حضرتك قابلتيها واتكلمت قالت لك حاولنا إيه؟ بصراحه احكي لك اليوم، حاولت بصراحه انه جميله، هلا جميله احكي لكم بصراحه واعيه هي، يعني احكي لها جميله انت عارفه مين اللي عمل فيكي هيك؟ بتسكت، بتحكي، بعدين ترجع تحكي اه، بعدين تحكي لا ما بعرف كنت نايمه. طيب حكي مثلا، انا اليوم سالتها طب جميله انت ما كنتي متوجعه؟ ليش ما صرختي؟ حكت صرخت بس ما حدا سمعني. هلا يعني بدنا نرجع نحكي انه هذا اللي صار جريمه فرديه، دور الرعايه يعني محاطه بعنايه كبيره، كاميرات بكل مكان. والشيء الجديد كمان اللي سمعته يمكن هلا بياكدوا الدكتور، انا اولا كنت على تواصل من لحظه ما سمعت بقصه جميله، كنت على تواصل مع وزيره التنميه، ويعني بالفعل اولا انا العلاقه الشخصيه اللي بيني وبينها، وعلى السريع هي يعني ما راح انسى كلمتها لما قالت لي بهيك قصة there is zero tolerance، يعني تحمل ما في حتى لنقطة الصفر إنه ترضى أو يمكن إنه حدا ما يتم معاقبته بسبب هالإهمال. لازم نعترف إنه كان في تقصير من ناحية جميلة، كان في تستر على اللي صار فيها بغض النظر، يعني أنا حتى بالنهاية حكيت فلنفترض إنه مسن تعرض لحادث، بتعرف يعني دور المسنين حتى من بعض هم، لأنه أكثرهم بيكونوا يا مريضين يا في عندهم يعني أمور خاصة ممكن تحدث هاي الحوادث، ولكن الجريمة أنا بحكي إنه التستر عليها، يعني ليش ما طب بسرعة سيدة جميلة إيمان، تم اللي أخذها؟ واضح إن جميلة خايفة وهي عندها اعتقاد، أعتقد إنه اعتقاد خاطئ، بانه في حد قوي ومتنفذ هو اللي عمل فيها كده، وهي لو قالت عليه هيضرها. انتم محتاجين تطمنوها ويبقى في موقف قوي من الدوله ممثله في الوزاره المعنيه او ربما رئيس الوزراء او حد من كبار المسؤولين، انه لا، اللي غلط هيتحاسب ايا ما كان هو مين. يعني محتاجين نطمنها اولا صح، لنفسها هي، وثانيا علشان هذه الواقعه ما تتكررش ابدا. ده بيسموه في القانون الردع العام، يعني طبعا الناس ما فيش حد يسول له نفسه في اي مرحله ان يرتكب جريمه بهذه الشناعه بعد من كده. احكي لك، احنا حاولنا اليوم بتعرف بطريقه بسيطه انه جميله ما تخافي، اذا انت عارفه مين او متذكري مين اللي عمل فيكي هيك احكي، لانه بلاش حدا يتعرض حدا تاني مثلا، او ما تخافي ترى يعني انا حاولت ابسط لها الموضوع انه ما تخافي الكاميرات ترى شافتها لمين اللي اجت، شوف يعني لمسنا عندها خوف، واضح انه الست خايفه، هو يعني ما بتقدر تقرر في هي عن حد جد دكتور برق الضمور ممكن يوصل لجميلة من خارج الدار؟ دكتور برق، اخي معتز، يعني بدي يعني اصحح بس يعني بعض المعلومات. اتفضل. مساء الخير اخت ايمان.
الحقيقة لا يوجد لدينا آلاف المنتفعين، لأنه نحن مجتمع يعني يتمتع بالتماسك الاجتماعي والتكافل الاجتماعي. عدد المنتفعين في دور إيواء المسنين، وبالمناسبة هي ليست حكومية، هي تتبع للقطاع التطوعي والخاص. هذه الدور يوجد بها 404 مسنين في 9 دور، 5 منها تطوعية وأربعة منها تتبع للقطاع الخاص. هذه أول نقطة يعني بخصوص المسنين، لأن الدولة تقدم لهم العديد من الخدمات المنزلية وتوفر لهم التأمين الصحي، وبالتالي نحن ننحو دائما نحو بدائل الإيواء لاستمرارية دمج طب هذه في هذه العديد من الدار عناصر دكتور المجتمع. برق، هل هناك أكمل. حد يستطيع أن يصل لجميلة أو أي من النزيلات من خارج الدار؟ أبدا، إلا بزيارة، إلا بطلب الزيارة. أنا يعني النقطة اللي بدي أوضحها سيدي، إنه ما في يعني هذه الفكرة إنه حد قوي وهي خايفة منه. السيدة جميلة والعزيزة على قلوبنا هي تعاني من أمراض الشيخوخة، ويوجد أيضا تقرير طبي إنه يوجد لديها يعني نوعا ما في الذاكرة، يعني بجوز عدم تذكر. لذلك هذا هو السبب اللي قد يمنعها، أو إنها مش متذكرة شو اللي حصل معها، وليس خوفا من احد. انا نعم. يعني حتى ما ان يعني نشيع صوره انه في خوف وفي حدا، وفي الرقابه مستمره سيدي على هذه الدور باستمرار، الكاميرات متوفره في كل مكان، نقوم بمراجعتها باستمرار، وهذه من مسؤوليتنا ليس طب يا فقط دكتور دور برق، يعني أنا كبار السن، هترك الأمر لكن عند هذا يعني الحد، الحاجه لكن سيدي حضرتك هي توعدني حاجه إنك هتتابع اتفضل معانا الموضوع تباعا بالذات وصولا للنائب العام، ونعرف التحقيق وصل فين. سيدة أيمن اتفضلي، الكلمة الأخيرة مع حضرتك. دكتور. أنا بالعكس، أنا مش كلامي ما بخالف كلامك، دليل إنه لما يعني تحاول تسألها مرة بتعمل بتحسها بتعمل حالة إنها متذكرة، مرة لا. أنا معك 100%، هي تعاني من حرام، يعني ست كبيرة، يعني هي ما عارفة يعني ولا عارفة حالها إيش، مرة بتحكي مرة بتحكي لا ما بعرف، مرة بتحكي. فأنا مقدرة إنه وضعها يعني الصحي، يعني أبدا أنا معك تمام يا متفقة فندم، مية كل بالمية إنه الشكر مش هي لحضراتكم. قضية بشكر دكتور برق تقليد، الأدمور أمين عام بس وزارة هي التنمية الاجتماعية الأردنية، وكذلك كانت معي من عمان الإعلامية والناشطة المجتمعية السيدة إيمان العقور. شكرا لكما، وإن شاء الله هذه المشكلة تتحل ونعرف مين اللي عمل كده، سواء بقى يعني هي إنها مع الأسف يعني عندها مشاكل تتعلق بالشيخوخة وكبر السن، أو إنها خايفة، سواء كده أو كده، في حد ألقى بماء ساخن على وجه السيدة جميلة، وإحنا لازم نعرف مين هو علشان أولا يعاقب، ومن ناحية تانية عشان يحدث الردع العام، فلا يتجرأ أحد على مثل هذه الفعلة الشنعاء مرة أخرى.